بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. برحب بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات مهندس استشاري، واللي بنناقش فيها قضايا مختلفة هندسية زي ما اتفقنا من أكتر من أسبوع فاتوا. طبعا في البداية أحب أوجه الشكر لكل شخص دخل على صفحتي على الفيسبوك أو على قناتي على يوتيوب وتفاعل معايا، يعني جاست حتى مجرد المشاهدة أشكره عليها. وبشكر كمان الناس اللي عملوا سبسكريبشن، اشتركوا وعلقوا وادوني كومنتات، لأن بالكومنتس بتاعتكم دي أنا بقدر إن أنا تبقى أفكار بالنسبة لي أعمل منها حلقات جديدة يعني. فالشكر موصول ليكم جميعا يا جماعة. النهارده هتكلم في حلقة النهارده، عنوان حلقة النهارده هو البلوك وول أو البريك وول أو المباني أو الطوب أو الطابوق زي ما بيسموه في بعض دول الخليج. جاني أكتر من استفسار عن طريقة عمل المباني، بس قبل ما ندخل في طريقة عمل المباني هنخصص لها حلقة لوحديها لأنها موال كبير قوي، وبيبقى فيها للأسف غش كتير من بعض الصناعية اللي ما عندهمش ضمير، عشان ما نعممش. بس الأول نحب نتكلم عن أنواع الطابوق أو أنواع الطوب وفين استخداماته، يعني كل نوع بيستخدم فين بالظبط وإيه الوقت المناسب لاستخدامه. في الحقيقة السوق مليان أنواع كتيرة جدا من الطابوق أو من البلوك وول، فهنحددهم في 3 أنواع هم مينلي شائع الاستخدام. اولا هنتكلم عن اول نوع من انواع المباني، هو الطوب الاسمنتي. الطوب الاسمنتي ده او السيمنت بلوكس سميناه كده نتيجه ان مكوناته بيتكون من الاسمنت والرمل والزلط. الزلط اللي هو بيتقال عليه صلبوخ او اجريجيت في بعض دول الخليج برضو. الثلاث مكونات اللي احنا ذكرناهم الاسمنت والرمل والزلط في الحقيقة بيدوا التكوينة دي كلها، بتدي النوع ده من المباني بتدي له قوة وصلابة تحمل. طيب مش هنستفيد في طريقة الصناعة لان ده شيء ما يهمناش، لان احنا مش ناس تكنيكال قوي فمش هندخل في نقطة زي دي، لكن هنوضح مميزات كل نوع وعيوبه. الطوب الاسمنتي مميزاته، اولا الطوب الاسمنتي بيتميز بمقاومة ممتازة جدا للمية وللرطوبة، وعشان كده لما بنيجي نبني الحمامات كل مباني الحمامات او المطابخ او الويت اريا او الاماكن الرطبه يعني عموما بنستخدم فيها الطوب الاسمنتي، نظرا ان الطوب الاسمنتي بيبقى مقاومته للميه عاليه جدا. بيغلط كتير من الناس قوي وبييجوا في الحمامات يستخدموا انواع تانية من المباني، والحقيقه ده بيبقى ليه تاثير نيجاتيف وسلبي كبير قوي بعد فتره قصيره على المباني، ومش بس على المباني بقى، اقصد على الفينيشنج اللي جاي على المباني سواء كان دهانات او غير دهانات، اللي هي بدات تتساقط بقى وبتعمل لنا مشاكل كتير يعني. دي اول ميزه للطوب الاسمنتي. الميزه الثانيه قوه التحمل العاليه، قوه التحمل النوع ده من المباني نتيجه ان داخل فيه اسمنت وزلط بمقاسات معينه، بنلاقي انه بيتحمل التكسير. يعني ايه بيتحمل التكسير؟ من المعروف ان احنا بعد ما بنطلع بالمبنى بتاعنا المباني بتاعتنا المباني الطوب بتاعتنا بنحتاج نعمل تمديدات سباكه، تمديدات كهرباء، واتيفر كانت، فهنحتاج ان احنا نكسر شويه في المباني. المباني بتاعتنا او نوع الطوبه بتاعنا لو ما كانش نوع قوي هنلاقي انه تأثر بالتكسير ده ممكن تنهار الطوبة، لكن بيتميز الطوب الاسمنتي عن غيره من انواع الطوب بقوة تحمله للتكسير وقابليته ان انا ممكن اكسر فيه واضيف له اضافات زي بايبات مية مثلا او واتيفر ان انا محتاج ان انا احطه يعني. الميزة الثانية الثالثة ان الطوب الاسمنتي ده في حد ذاته ممكن يتحمل خرسانات هتيجي فوقيه، يعني ممكن الطوب الاسمنتي هو طوبه هو ما فيهوش حديد تسليح ولا غيره، لكن ممكن في بعض الاحيان نصب فيه كمرات او جسور حامله، جسور خرسانيه حامله. النوع ده من المباني بنقول عليه بيرنج وول او حوائط ارتكازيه ممكن تشيل فوق منها خرسانات. مش هنستفيد في الميزه دي، بس دي احد الميزات اللي كان لازم للامانه ان انا اذكرها يعني. الميزة الرابعة والأخيرة من مميزات الطوب الأسمنتي هو قوة تماسك عالية مع المونة اللي هنثبته بيها أو مع مادة الأدهيسيف أو المادة اللازقة اللي هنثبت فيها الطوب مع بعض. قوة التماسك الحقيقة بتبقى كويسة جدا بين الأسمنت والطوبة نفسها، نتيجة إن في الأول أو في الآخر فهم من عيلة واحدة،
ديمونة أسمنتية بثبت بيها، وده طابوق أسمنتي داخل فيه الأسمنت يعني. فده بيديله قوة تماسك كويسة جدا. ويهمني في الآخر إن قوة التماسك بتاعة الحيطة تبقى واحدة، لأن لما تبقى قوة تماسك البلوك الواحد أو الطوبة الواحدة قوية معلمونة، هلاقي إن اللي جنبيها الطوبة اللي جنبيها هتمسك في الطوبة اللي جنبيها كويس، وبعد من كده الصف اللي فوق هيمسك في الصف اللي تحت كويس، وفاينالي في الآخر هحصل على حيطة متماسكة كيونت واحدة مع بعض، وده طبعا مطلوب. دي كانت مميزات، أهم مميزات للطوب الأسمنتي. نيجي بقى لعيوبه، كل شيء ليه مميزات وليه عيوب. الطوب الأسمنتي أكبر عيب فيه إنه لا يعزل الحرارة، غير عازل للحرارة أو عازل رديء للحرارة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن بنلاقي إنك لو استخدمته مع حوائط الشقة أو حوائط المبنى الخارجية، الحوائط الخارجية مش الداخلية اللي بتقسم الغرف، الحوائط الخارجية يعني الحوائط اللي بتبص بمعنى تاني كده على الشارع يعني، أو هتبقى اكسبوزد للشمس، معرضة للشمس بنسبة كبيرة خلال ساعات النهار. هنلاقي إن الطوب الأسمنتي لو اتحط كحوائط خارجية معامل امتصاصه لأشعة الشمس أو للحرارة عالي جدا جدا جدا، مقارنة بأنواع تانية من المباني أو من البلوكات يعني. طيب ايه يعني لما يبقى معامل امتصاصه للشمس او للحراره عالي؟ ده بالتالي هيخليه مش عازل للحراره. بنلاقي انه في الصبح بالنهار بيمتص حراره الشمس بنسبه كبيره ويحتفظ بيها، ويجي بالليل بقى يعمل ايه؟ يجي بالليل الحراره اللي امتصها طول النهار يجي يفرغها على الناس القاطني الشقه اللي قاعدين جوه الشقه، تمام؟ بالتالي هيحسوا بالحراره، بالتالي هيضطروا، طبعا ما فيش حد بيستغنى عن التكييف في الوقت ده، هيضطروا اغلب الوقت يكونوا مشغلين التكييف، وده طبعا في الاخر هنحس بيه في الفاتوره الغاليه الباهظه اللي بتجينا في فاتوره الكهرباء. ودي احد السبل اللي بتهتم بيها الدراسات الحديثة للبيئة، إن هي إزاي تعمل وفر للكهرباء أو سيفنج للإنرجي عن طريق استخدام ماتيريال بتبقى صديقة للبيئة، واللي منها نوع من أنواع المباني أو البلوكات بتبقى غير الطابوق الأسمنتي أو غير البلوكات الأسمنتية اللي هي بلوكات تانية هنتكلم عليها. طيب بالتالي بنلاقي إن في كتير من الناس بيجهلوا للمعلومة دي وبيحطوا بلوك أسمنتي في الحوائط الخارجية اللي بتبقى طبعا اكسبوزد للشمس، وبالتالي بنلاقي ان دايما درجة حرارة الشقة بالليل بتبقى عالية جدا، وبنستغرب بنقول ليه؟ اتاري الحوائط بتمتص وتفرغ علينا احنا بالليل. دي اهم عيب موجود في الطوب الاسمنتي، انه بيمتص درجة الحرارة بدرجة عالية، وبالتالي ما اقدرش استخدمه في الحوائط الخارجية. العيب التاني احنا مرتبط بالمميزات اللي احنا ذكرناها من شوية، مميزاته ما شاء الله كتيرة، وبالتالي ده هيرفع من سعره، عشان كده بنلاقي دايما الطوب الاسمنتي طوب غالي نتيجة كل المميزات اللي ذكرناها دي، ونتيجة كمان ان داخل في صناعته اسمنت، والاسمنت في حد ذاته بقى مكلف اليومين دول. ده كان تاني عيب فيه، ان ارتفاع سعره. ده كان الطوب الاسمنتي. النوع الثاني من انواع الطوب الطوب الطبيعي، او بنقول عليه الطوب الاحمر او الطوب الطفلي. سميناه ليه طوب طبيعي؟ لان داخل في تكوينه طفله او تربه طينيه، تربه طفليه زائد رمل. طبعا التربه الطفليه دي تربه طبيعيه بتؤخذ غالبا من الاراضي الزراعيه. نتكلم عن مميزاته، زي ما قلنا مش هنتكلم عن طريقه تصنيعه، ما يهمناش خالص، دي اكتر من ميزة. اول ميزة بتميز الطوب الاحمر او الطوب الطفلي هو مقاومته العالية جدا للحريق، فاير ريتد زي ما بيقولوا. يعني ايه فاير ريتد او مقاومة للحريق؟ يعني لا قدر الله لو المبنى تعرض للحريق، هنلاقي ان المباني المبنية بالطوب الاحمر بتقاوم الحريق لساعات كتيرة جدا ولدرجات حرارة عالية جدا. وده بسبب ايه؟ بسبب ان البروسيس بتاعت او طريقة صناعة الطوب الاحمر بتدخل في اخر مرحلة منها، ان انا بحط الطوب ده في افران عشان نجمده، درجة حرارة الفرن ده بيوصل لحوالي 1000 درجة مئوية، وبالتالي كونه اتعرض في مرحلة نشأته او تصنيعه لدرجة حرارة عالية، ده بيخليه يقاوم اي درجة حرارة تيجي بعد من كده. يعني دلوقتي انا لما بتكلم على درجة حرارة بيتعرض لها 1000 درجة مئوية، دي بالنسبة له بتبقى البيك بقى. فلما بتقوم درجة حرارة بيتعرض لدرجة حرارة تانية
وليكن مثلا درجة حرارة الحرائق لا قدر الله، هيقدر انه يقاوم، مش هيتأثر منها. ده نتيجة ان منشأه اصلا وانا بصنعه بعرضه لدرجة حرارة عالية. تاني ميزة ليه، ودي برضو الميزة دي اكتسبها من تعرضه لدرجة الحرارة العالية وقت الصناعة، هي صلابة وقوة تحمل البلوكة او الطوب الاحمر. الحقيقة بيشيل احمال عالية لدرجة ان في ناس، وده طبعا مش صح، في ناس مش مهندسين بيستخدموه ويصبوا فوقيه كتل خرسانية. تمام، هو طبعا ان ربنا سترها مرة مش هتمشي المرة الجاية، بس ده يعني ده ناتج عن انه بيشيل احمال كتيرة. الميزة الثالثة خفة وزن الطوبة مقارنة بالأنواع التانية. يعني لو مسكنا طوبة حمراء كده وقارناها ووزناها وقارنا وزنها ده بطوبة من البلوك الأسمنتي اللي اتكلمنا عنه أول نوع، هنلاقي إن البلوك الأسمنتي أتقل من الطوبة الحمراء، وده راجع إن الوزن النوعي، أو مش عايز أدخل برضو في تفاصيل كبيرة، الأصل الطوبة الحمراء من طفلة، والطفلة هي بطبيعتها مادة طبيعية خفيفة الوزن. وإيه يعني لما يبقى البلوك خفيفة؟ البلوك خفيفة يعني فاينالي الأوزان اللي جاية على المبنى تبقى أوزان خفيفة، وكل لما الأوزان اللي جاية على المبنى بتاعي تخف طبعا يبقى ده للناحية الإنشائية أحسن للمبنى، وبتقلل تكلفة إنشاء المبنى. هنلاقي ان سعر البلوك الاحمر، الميزه الرابعه طبعا، منخفض مقارنه بانواع تانية من البلوكات. يعني لو مثلا قارنا سعر الالف طوبه من البلوك الاحمر هنلاقيه منخفض جدا مقارنه بالف طوبه للبلوك الاسمنتي. ليه؟ ده راجع للماتيريال اللي صنعنا منها او المصنوع منها الطوب الاحمر ماتيريال طبيعيه فمتوفره، بخلاف الاسمنت والزلط اللي انا هحطه في الطوب الاسمنتي. وده ميزة، كون الطوب الأحمر ده سعره منخفض ده يديله ميزة. عشان كده بنلاقي إنه صناعة استخدام الطوب الأحمر منتشر في بلدان كتير ومنها مصر. الميزة الخامسة إن الطوب الأحمر في الحقيقة عازل جيد للصوت، مش هقول إنه عازل صوبر لكن عازل جيد للصوت، وبالتالي لو استخدمت الطوب الأحمر ده في الحقيقة بيغنيني عن استخدام أنظمة تانية لعزل الصوت. ليه؟ لأن خلاص يعني طالما عندي حاجة بتعزل الصوت يبقى اللي هو الطابوق الأحمر ده هيغنيني إن أنا أستخدم حاجة اسمها الأكوستيكال سيستم أو العزل الصوتي، يعني ليه طبعا درجة عزل معينة، لأن هلاقي إن في بعض الغرف محتاج إن هي يتعزل الصوت جوه، يعني غرف ساوند أو كده، غرف معينة يعني. نيجي نتكلم عن عيوب الطوب الأحمر. الطوب الأحمر غير عازل للحرارة، عازل غير جيد للحرارة زيه زي الطوب الأسمنتي. طيب جزئية إنه عازل للحرارة دي أو عازل غير جيد للحرارة هنتكلم عنها في نقطتين أو في فصلين، فصل الصيف وفصل الشتاء. هنلاقي ان الطوب الاحمر او الحائط الاحمر ده طالما هو مش عازل جيد للحراره يبقى لازم اتفادى او اتلاشى اني استخدمه مع المباني الخارجيه اللي بتبص على الشارع او اللي بتبقى معرضه للشمس. استخدمه في كسيباريشن او عوازل اواطيع جوه الشقه، استخدمه براحتك، لكن انه يكون مواجه للشمس حط في بالك انه هيكلفك فاتوره كهرباء عاليه. في فصل الصيف خلينا نتخيل كده حيطة مبنية مواجهة للشمس، حيطة من الطوب الأحمر مواجهة للشمس في فصل الصيف، هنلاقي إن الحيطة دي في النهار عمالة تمتص بأشعة الشمس وتخزن فيها، تمتص وتخزن فيها، وتيجي بالنهار لما الشمس تغرب تيجي اللي امتصت وخزنته ده من حرارة، ده فصل الصيف بنتكلم، هنلاقيها إن هي جابته على الناس اللي قاعدين جوه الشقة. هتطلعوا عليهم في ايه بقى؟ هي خزنته كحراره، هتطلعوا على الناس كحراره، فبالتالي الناس تشوي جوه وتقول الدنيا حر. ليه؟ نتيجه ان ممكن درجه الحراره تبقى بره في الشارع بالليل مش عاليه على فكره، لكن نتيجه ان الطوب خزن حراره من الشمس الصبح هيجي يطلعها علينا احنا بالليل، وبالتالي هنضطر ان احنا نفتح التكييف.
ونفتحه باستمرار، وكل ما فتحنا التكييف باستمرار هنلاقي كمان ان احنا عايزين نحطه على درجة تدينا كولينج او تبريد اعلى. ليه؟ هو في الحقيقة احنا مش محتاجين نحط على تبريد اعلى، الجو بره لا يستدعي، لكن نتيجة ان في دبل حرارة جيانة من الجو ومن اللي مخزنه الطوب ده، هتلاقوا انه بيطلع علينا درجة حرارة عالية جوه، وبالتالي في الاخر هنعيط من فاتورة الكهرباء. ده حتى الطوب الاحمر ده بيعشق درجة الحرارة، والدليل ان احنا نلاقي في الارياف بيستخدموا الطوب الاحمر لبناء الافران، بيبنوا بيه الفرن اللي بيتعمل جواه العيش والفطير وغيره، نتيجة انه بيقاوم درجات حرارة عالية. ومش بس كده، لا ده بيخزن كمان درجات الحرارة، بيحتفظ بيها، مش بسهولة تتسرب منه ابدا. نيجي للشتاء، لو احنا حائط خارجي واستخدمنا فيه الطوب الاحمر اللي هو عزله للحرارة سيء، تمام، ومش بننصح بيه خالص، هنلاقي ان في الشتاء بقى الشمس مش شديدة زي الصيف، لكن الطوب الاحمر زي ما بيقولوا بالعامية كده بيشمشم على اي حرارة يمتصها سواء في الصيف او الشتاء، فبياخد اي حرارة جاية سواء من الشمس، من عوادم العربيات، اي سورس للحرارة بيمتصه في الشتاء ويخزنه. يجي بالليل بقى هيعمل ايه؟ يجي بالليل الحرارة اللي امتصها من النهار هيطلعها على الناس اللي قاعدة جوه المبنى برضو، بس هنا بقى هنستحمل درجة الحرارة دي لان احنا في الشتاء والدنيا برد، فاحنا محتاجين اي سورس يدفينا. فالحقيقة هنا بقى بتيجي مش عايز اقول ميزة يعني، لان دي ميزة بس ضعيفة يعني. المبنى الطوب الاحمر لما خزن حراره من الصبح هيطلعها علينا احنا، فهتدفينا بالليل، بس ما تعتبرش ميزه لانه مش هيدينا درجه الدفء اللي توصل ان الواحد يلبس جاكيت مثلا او انه يشغل هيتر او وورمر، مش الدفايه يعني، فمش هتبقى دي الميزه اللي هي يعني. لكن في الاخر حبيت اقارن بين الصيف والشتاء، لكن في الاخر ما ينفعش ان انا استخدمه مع الحوائط الخارجيه لان درجه عزله للحرارة رديئة. كده يبقى خلصنا من النقطة دي. الحقيقة هو ليه عيب واحد بس، الطوب الغير عازل للحرارة، عيوب تانية فيه كتير بس ما تهمناش. الكلام برضو لازم يقال يعني، ما أن نتحدث عن الطوب الأحمر إلا لازم نتحدث عن المملكة العربية السعودية، لأن هي رائدة من رواد صناعة الطوب الأحمر تحديدا، أو الكلي بلوك، مش بس في الشرق الأوسط ولكن في العالم كله، وتحديدا شركة الميماني للطوب الأحمر، الحقيقة من رواد صناعة الطوب الأحمر، واللي بيتصدر الحقيقة لدول العالم كلها، نتيجة إنه طوب ماشي على الستاندرد بتاع الـ ASTM، اللي هو الأمريكان ستاندرد فور تيستنج أند ماتيريال. الطوب الأحمر ده الحقيقة نجحت المملكة العربية السعودية بدون منافس إن هي تصنع طابوق أو تصنع بلوك يعني ماتشنج بنسبة 100% مع الـ ASTM، أو الـ ASTM هو الجهة الأمريكية مسؤولة عن المقاييس الستاندرد لأي مواد. فتحية الحقيقة للمملكة العربية السعودية إن هي رائدة في صناعة الطوب الأحمر. خلينا نتكلم على ثالث نوع من، احنا اتكلمنا عن الطوب الأسمنتي والطوب الأحمر أو الطوب الطفلي، هنتكلم دلوقتي عن الطوب الجيري او اللايمستون. الطوب الجيري لايمستون، لايم يعني جير، بيتكون من الجير والرمل، وبيدخل بقى في صناعات معينه بنلاقي، او الطوب الجيري على فكره ممكن نديله كمان مسمى الطوب الابيض. ليه؟ لانه لونه ابيض. مميزاته، اهم ميزه فيه انه خفيف جدا، نتيجه ان العناصر اللي داخله فيه عناصر خفيفة، وبالتالي وزنه خفيف، وطالما وزنه خفيف يبقى إذن مش هيدي أحمال كتيرة على المبنى اللي أنا عايز المبنى اللي أنا عايش فيه، وبالتالي ده للسلامة الإنشائية للمبنى يعني. على فكرة حتى لو المباني وزنها تقيل فده مش معنى كده إن المبنى هيقع، أنا حتى لو كان الوزن تقل على المبنى أنا بدخله في التصميم الإنشائي للمبنى قبل ما أبني المبنى أصلا،
بدخله في التصميم الإنشائي، يعني باخده في الاعتبار بتاعي وقت ما بصمم تخانات الخرسانة، وقت ما بحط حديد التسليح الكثافة أكيد بتاعتي بتزيد. فمش معنى إنه الطوب هيبقى تقيل معنى كده إن المبنى هيقع، لا، المبنى يقع لو التصميم الإنشائي كان أنسيف، وده مش هيحصل طالما بصمم عن طريق مهندس، مهندس فاهم هو بيعمل ايه. قلنا اول حاجه خفيه الوزن، ثانيا نتيجه انه خفيف وزن ونتيجه ان المواد اللي داخله فيه مواد فليكسيبل، هلاقي ان انا ممكن اشكله زي ما انا عايز. يعني الطوب الابيض ده او اللايم ستون ممكن اقصه بسوكت كده بايدي خفيف واشكله زي ما انا عايز، اعمل منه كيرفات بسهوله، بخلاف الطوب الاسمنتي او الطوب الاحمر لو جيت اكسرهم بيبقوا هارد، وبالتالي لو جيت اكسرهم صلب. يعني ممكن الاقي لو ما كنتش حذر في تكسير البلاطه، ولو ما استخدمتش منشار كهرباء في البلاطه، هلاقي ان اجي اكسرها كده هتتكسر تماما، مش هقدر ان انا احصل على شكل ريجولر او منتظم للطوبه بعد ما اكسرها. الميزه المهمه بقى، احنا قلنا في النوعين اللي فاتوا ان عزلهم للحرارة سواء الاسمنتي او الطوب الاحمر او الاسمنتي عزل رديء للحرارة. طب وايه الحل؟ الحل في الطوب الابيض. الطوب الابيض الكفاءة بتاعته في عزل الحرارة تكاد تتجاوز 95%، بيعزل الحرارة بشكل جيد جدا جدا جدا. وعشان كده كل المباني الخارجية للشقة او المعرضة لأشعة الشمس لازم تتعمل بطوب ابيض او بلايم ستون. الطوب الابيض ده كتير من الناس، ان ما كانش كلهم الحقيقه، لما بييجوا يبنوا المباني الخارجيه يا طوب اسمنتي يا طوب احمر، وده غلط ان هم يستخدموه. ده كله بينعكس وبيطلع على عينينا وقت دفع فاتوره الكهرباء. تمام، انا ما بعملش كده سيفنج للباور، بالعكس انا بعمل دبل كونسامبشن او دبل كونسيومنج الاستهلاكي للكهرباء. لكن الحل بيبقى في الطوب الابيض. اتكلمنا عن اهم ميزه اللي هي عزل جيد للحراره، وخفه الوزن اتكلمنا عنها، وسهوله التشكيل برضو اتكلمنا عنها، سهوله تشكيله مقارنه بالطوب الاسمنتي والطوب الاحمر. نيجي نتكلم عن عيب الطوب الابيض. اهم عيب فيه اولا عمليات الهاندلنج ليه، لو المناوله والنقل لو ما تمتش بناس بروفيشنال هنلاقي ان هيكسر سواء انا بنقله من المصنع لهنا. لذلك لازم تكون العماله اللي هتشتغل فيه عماله محترمه، عماله تتقي الله، عشان ما يجيش يهبد لي الباكج اللي جوه الطوب الابيض ده هلاقي انه اتكسر. تمام، تاني عيب فيه وده عيب خطير الحقيقه، هو عدم قدرته على مقاومه الميه، مش عازل للمية، ما بيقاومش المية، لان داخل فيه الجير جاست انه يشم المية بس او الرطوبة باظ، هنلاقي انه بدأ يتحلل كده او يبوش. طب وده معناه ايه؟ معناه ان انا ما استخدموش في الحمامات او في الاماكن الرطبة، ما ينفعش، لان في الاماكن الرطبة او اللي فيها رطوبة او اللي فيها مية استخدم فيها ممكن الطوب الاحمر، استخدم فيها ممكن الطوب الاسمنتي. وبالترتيب كده هنلاقي ان الطوب الاسمنتي مقاومته بتبقى هي الطوب للميه، وبعديه بيجي الطوب الاحمر، والطوب الابيض ما بينافسش خالص في مقاومه الميه لانه رديء. ودايما يا جماعه ناخد بالنا ان لو طبعا الطوب الابيض ده قلنا استخدامه بس عازل جيد للحراره، يبقى استخدمه في الحوائط الخارجيه المعرضه للشمس. بس اخد بالي برضو ان اول مدماك او اول بنيه طابوق كده، اول بنيه حيطه، لازم ان انا اعملها، او البنية حيطة لازم ان انا اعملها طوب اسمنتي او طوب الاحمر، واكمل فوقيه بعد من كده بايه، بالطوب العازل للحرارة. انا بتكلم على الحوائط الخارجية كده. احنا خلصنا الثلاث انواع المنتشرة او الشائعة الاستخدام بالنسبة للانواع البلوكات. طيب بيسأل واحد سؤال، ازاي اقدر اتأكد من انواع الطوب اللي انا هشتريه ده تكون انواع جيده؟ انت كمهندس حضرتك، انا اسف، كغير مهندس مش هتقدر تعرف الكلام ده. تمام، لكن انا كمهندس هاجي اشتري الطوب ده، يبقى بطريقه احترافيه اول حاجه لازم اروح مصنع تراستد وموثوق منه، ويكون لي سابقه اعمال كويسه.
عشان اشتري منه المباني دي او الطوب ده. ولما اشتري منه الطوب انا كمهندس هاخد منه عينات راندملي بشكل عشوائي كده، وهعمل اختبارات معينة، بتتعمل اختبارات هندسية معينة مطابقة للمقاييس الدولية لصناعة المباني او لصناعة الطوب. هعمل الاختبارات دي، ومنها مقاومته للمية المسامية، يعني منها قوة التحمل، هيتحمل الاوزان ولا لا، وان سو، مش عايز استفيض فيها كتير دي. انا كمهندس هعمل كده. طب انا كشخص بقى، شخص تاني غير مهندس، يقول لي انا هعمل الكلام ده ازاي؟ يعني هقول له بسيطة جدا بأمرين. أولا لما تروح تشتري، ما تشتريش من أماكن تحت بير السلم، ما تشتريش من الأماكن دي، لأن الأماكن دي بنسبة عالية بيصنعوا الطوب أيا كان نوعه، أيا كان نوعه بيصنعوا أي حاجة دلوقتي تحت بير السلم، وبطريقة غير مطابقة للمواصفات نهائيا. هتلاقي إن الطوبة نفسها ما بتتحملش الوزن، أنت بنفسك لو قرصت عليها كده هتلاقي إن ممكن لو زدت القرص ده خلاص انتهت، ممكن تتفتفت تحت إيدك، ما بالك هتشيل أوزان إزاي؟ ممكن تلاقيها إن هي مصنوعة من مواد رخيصة، وبالتالي تلاقي إن هي شرهة جدا في امتصاص المية، دي مصيبة في حد ذاتها. يبقى الحل ان انا اشتري من مصنع او من مصدر موثوق منه، حتى لو كان غالي، الغالي ثمنه فيه، الغالي في البداية هيريحني في النهاية كتير قوي. طيب دي اول طريقة انك تجيب من مكان موثوق منه. الطريقة التانية حل بسيط جدا، اشتريت من مكان موثوق منه، رايح قبل ما تشتري خد عينات عشوائية كده، وليكن امسك طوبة كده تمام، ومن ارتفاع كده قرب ارتفاع راسك سيب الطوبة، لو نزلت متفتفتة الحتت كتير كده يبقى دي طوبة مش كويسة تمام. مش معنى كده ان المصنع وحش، ممكن مصادفة يعني طلعت حاجة زي كده، اجرب واحدة تانية. طب لو نزلتها كده واتكسرت، ما هي لازم تنكسر، لو نزلتها واتكسرت بس كانت لحتت كبيرة ماسكة نفسها، يبقى اذا الطوبة دي طوبة كويسة. يعني دي الطريقتين اللي غير مهندس، الشخص غير الاحترافي يقدر يعرف من خلالها الطوب كويس ولا لا، ايا كان، سواء كان طوب اسمنتي، طوب احمر، أو طوب أبيض، الطوب الجيري يعني. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون أفدتكم بالمعلومات اللي أنا قلتها دي، تكون يا رب نافعة ليكم. وأنا بانتظار باستمرار في انتظار استفساراتكم واقتراحاتكم اللي دايما بتدينا عناوين جديدة لحلقات جديدة. وياريت قبل ما الواحد يقدم على أي حاجة، مش مهم يسألني، حتى لو دخلت على أي سورس دلوقتي، الإنترنت ما شاء الله بقت ما خلتش حاجة إلا لما اتكلمت عنها، بس تأكدوا إنكم تدخلوا على سايتس أو على مواقع تكون فعلا مواقع هندسية وفيها أشخاص عارفين هم بيقولوا إيه. استفسروا يا إخوانا عن كل حاجة، مش عيب إن الواحد يسأل. وأشكركم على متابعتكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.